يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كثيرا ما نسمع هذه الكلمة وهي لا تنسنا من دعائك، هل هذا مشروع مطلقا؟ هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، قاله لعمر لما أراد العمرة وجاء يستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم، أذن له وقال لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. والمؤمنون يدعو بعضهم لبعض، يستغفر بعضهم لبعض، هذه صفة المؤمنين. نعم.